أعزائي مشاهدي ومتابعي اليوم السابع في كل مكان، تحياتي لحضراتكم. اليوم من محافظة أسيوط ومعانا الشيخ حمادة عبد الراضي، وهو أحد ذوي القدرات الخاصة. الشيخ حمادة زي ما أبدع في قراءة القرآن الكريم وتقليد كبار مشايخ القرآن الكريم أمثال القارئ الدكتور أحمد نعينع والمنشاوي والحصري، أيضا أبدع في تقليد عدد من أصوات مذيعي إذاعة القرآن الكريم، وده اللي هنعرفه من خلال لقائنا اليوم معه. خلينا حمادة عبد الراضي نتعرف عليك في البداية عن قرب. حمادة تفضل. أنا حال عبد الراضي محمد علي، قاري بوق، مركز القصية، محافظة أسيوط. حمادة أنت حافظ للقرآن الكريم، قل لي بدأت من إمتى حفظ القرآن الكريم؟ من سن 12 سنة. من 12 سنة وأنت بتحاول تحفظ القرآن الكريم، أنت إحنا قلنا لم تتمم أو لم تكمل حفظ القرآن حتى الآن، وإن شاء الله بإذن الله قريب تكون أنهيت حفظ القرآن الكريم. خلينا نقول أنت ليه يعني ابتديت تقلد أصوات مذيعين إذاعة القرآن الكريم، وده جالك إزاي أو ابتديت توصل إزاي للموهبة دي؟ ده مع كثر المتابعة لإذاعة القرآن الكريم والاستماع إلى مذيعيها. تمام. ده يعني ادى يعني الى ظهور الموهبه عندي ان انا اقلد بعض مذيعي اذاعه القران الكريم. مين اللي قال لك ان صوتك مقارب ليهم او انت بتقلدهم او انت ابتديت تعرض الكلام ده على مين؟ يعني كنا نقول مثلا انا وبعض الشباب مع بعضينا كده واقلد لهم اصوات المذيعين، يعني كانوا بيقولوا لا ده صوت فلان ده في اذاعه القران الكريم، لا انت بتشوف ازاي؟ بقول لهم طب في مثلا واحد تاني فلازم قال فلان، يقول اه ده بالظبط هو. بدات من هنا الموهبه تظهر. تمام. خلينا نقول لو احنا سالناك مين من المذيعين في اذاعه القران الكريم اللي انت بتحاول تقلده او اللي يعني بتعرف تقلده؟ مثلا الاستاذ شحاته العرابي. تمام. ومين تاني؟ استاذ وردة الحسيني. تمام. استاذ اسماعيل دودار. كويس. خلينا زي ما قلتهم كده بالترتيب نبدا ب هتقول لنا اللي انت بتقلده انا دلوقتي بقلد مين. تمام. وتبدا بعد كده تقول اول واحد. الاستاذ شحاته العرابي طبعا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. إن لله عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، فلما نظروا إليها وعلموا أنها ليست لحي وطنا. عبادا فطنا، طلقوا الدنيا وخافوا الفتنا، فلما نظروا إليها وعلموا أنها ليست لحي وطنا، جعلوها لجة واتخذوا صالح الأعمال فيها سفنا. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. ده الأستاذ شحاتة عرابي. تمام. خلينا ننتقل لأحد المذيعين الآخرين، هتقلد لنا مين؟ أستاذ وليد الحسين مثلا. تمام. وليد الحسين تفضل. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. أسأل الله أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن يسدد خطى القائمين عليها، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. إذاعة القرآن الكريم من القاهرة. تمام. يبقى احنا كده قلنا الأستاذ شحاتة عرابي والدكتور وليد الحسيني، كده عندنا حد تاني من المذيعين الكبار اللي انت بتحاول تقلد صوته، زي مين قلت لي اخر واحد؟ استاذ اسماعيل دويدار. اتفضل. ان الله وملائكته يصلون على النبي، يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بذكر محمد تحيا القلوب، وتغتفر الخطايا والذنوب. نبي كامل الأوصاف تمت محاسنه، فقيل له الحبيب. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله. تمام. يعني خلينا برضو أسألك سؤال تاني، هل كثرة المتابعة لإذاعة القرآن الكريم هي اللي وصلتك للمرحلة دي من التقليد؟ طبعا. يعني بتتابعها مثلا يوميا، في برامج معينه انت بتحبها، يعني يومك بيبقى ازاي مع اذاعه القران الكريم؟ اذاعه القران الكريم يعني 24 ساعه، مش هقول لك يعني وقت ايه ويعني وقت معين، لا 24 ساعه اذاعه القران الكريم شغاله في اليوم.
في برامج معينة أنت محببة ليك، ولا هما البرامج الخاصة بس بالناس اللي أنت بتقلدهم؟ هي برامج إذاعة القرآن الكريم كلها يعني كويسة، زي مثلا السائل والفقيه، تمام، زي قطوف من حدائق الإيمان، زي مجلة الشباب، يعني برامج كثيرة جدا بالإضافة إلى تلاوة القرآن الكريم اللي على مدار الـ 24 ساعة. تمام. شيخ حمد عبد الراضي، يمكن احنا بنشكرك في نهايه هذا اللقاء، وتحياتي ليكم، نتمنى لك ان شاء الله مزيد من التقدم والتفوق. كان معكم من محافظه اسيوط هيثم البدري، وشكرا لطيب المتابعه. شكرا.